واعزفي للحال للجيش المناضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة المشاهدين والمتابعين، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، في فقرتنا التالية نتابع وإياكم الفعالية التي أقامتها قيادة شرطة محافظة حجة للاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يحتفي به العالم أجمع في 26 من يونيو من كل عام. نظمت شرطة محافظة حج اليوم بمدينة مأرب فعالية خطابية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار الأدلة واضحة لنستثمر في الوقاية. وفي الفعالية أكد وكيل محافظة حجة عبد الكريم هرمس أهمية تضافر جهود المجتمع مع أجهزة الأمن في مكافحة المخدرات وحماية الأجيال من آثارها المدمرة، مؤكدا دعم السلطة المحلية لرجال الأمن للقيام بواجبهم في أمن واستقرار المحافظة. من جانبه أشار مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد عبد الله الأحمدي إلى خطط الوزارة في سبيل حماية المواطنين من هذه الآفة المدمرة، مؤكدا دعمهم لكافة فروع الإدارة للقيام بواجبهم في مكافحة هذه الآفة الخطيرة. ناقلا لمنتسب الأمن والشرطة بمحافظة حجة، تحايا وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان على الجهود المبذولة في سبيل الحد من انتشار المخدرات. من جهته أكد مدير عام شرطة المحافظة العميد أمين عبد الحجوري بأن أجهزة الأمن في المناطق المحررة تمكنت خلال الأعوام من 2019 حتى 2023 من ضبط وإتلاف قرابة 6000 كيلو من الحشيش المخدر وأكثر من 55000 قرص حبوب مخدرة، مع ضبط عدد من المتهمين في تهريبها والترويج لها. ونوه الحجوري إلى أن مكافحة المخدرات ومسؤولية مواجهتها واجبا جماعيا ومجتمعيا لحماية الأجيال من هذا البلاء الذي يدمر الإنسان محور الحياة والبناء والتنمية، مشيرا إلى ما تبذله أجهزة ومنتسب الأمن بمحافظة حجة من جهود بهذا الشأن كجزء أساسي لتحقيق أمن واستقرار المناطق المحررة بالتنسيق مع باقي مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية وفق خطط مدروسة تتناسق مع الأهداف والخطط المرسومة لقيادة وزارة الداخلية في مختلف المجالات. كما ألقيت الكلمات من إدارة مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة الرائد عمر الحملاني ونائب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عصام نهشل والشيخ مبخوت القدمي، أشارت في مجملها إلى الأضرار الصحية والنفسية والمجتمعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع، وكيف حرص الإسلام على تجنيب الأسرة من هذه الآفة التي تجلب المصائب والجرائم. تخلل الفعالية التي حضرها قائد شرطة المنشآت بالجمهورية العميد حاميم مغلس وأركان حرب حرس الحدود اللواء الركن علي حزام الطميرة وقائد محور حج العميد عبد الله سيراج وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة. تخللها عرض مرئي مبسط عن المخدرات ومخاطرها، تضمنت كلمة توجيهية لوزير الداخلية. الأخ نائب قائد الحرس الحدود اللواء الركن علي حزام ضميرة، الأخ قائد محور حجة العميد عبد الله سراج، الأخ مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عبد الله الأحمدي،
الأخ قائد شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد حامين مغلس، الأخوة مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة، الأخوة مدراء إدارة شرطة حجة، الأخوة مشايخ ووجهاء المحافظة، الأخوة الزملاء من منتسبي ومنتسبات وزارة الداخلية، الأخوة منتسبي منطقة العسكرية الخامسة، الأخوة والأخوات الحاضرون جميعاً. بداية نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكر لكم حضوركم ومشاركتكم لنا في هذه الفعالية التي تقيمها إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة حجة بالتعاون مع إدارة التوجيه والعلاقات العامة بهذه وهذا دليل على اهتمامكم ووعيكم بهذه الآفة الخطيرة التي تسرق مننا أبناءنا وإخواننا من أبناء المحافظة وكذلك المحافظات الأخرى. إننا نقيم فعاليتنا اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والتي نهدف من خلالها إلى نشر التوعية بين أبناء المجتمع والتذكير بالأضرار الخطيرة لهذه الآفة، والتي يعاني بسببها الكثير من الناس وخصوصا فئة الشباب في المجتمع. إننا في إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة حجة نحث الخطى نحو تفعيل هذه الإدارة البالغة الأهمية للقيام بدورها على أكمل وجه كما يخول لها القانون اليمني لضبط الجرائم باختصاصها، حيث أنه بجهود الأخ مدير عام شرطة المحافظة العميد أمين الحجوري تم التنسيق مع معالي الأخ وزير الداخلية لإصدار توجيهات بإعادة تفعيل الفرع وتعييننا بالقيام بمهامه، وربطنا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ممثلة بالمدير العام العميد عبد الله أحمد الأحمدي ليتم استكمال هيكل الإدارة العامة وفروعها بالجمهورية ومنها فرعنا بالمحافظة، ومنه نأمل أن يوفقنا الله في تمكين الإدارة مادياً ومعنوياً وبشرياً واستيفاء كامل طاقتها. وفي إطار مهامنا قمنا بالتنسيق مع العديد من الجهات ذات العلاقة منها قيادة المنطقة العسكرية الخامسة والوحدات التابعة لها، وكذلك مع إدارة فروع مكافحة المخدرات بالمحافظة الأخرى كمأرب والجوف وحضرموت، وسعينا في عقد دورات تأهيلية تستهدف إدارتنا وكذلك صف وضباط من منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة، كما أننا نأمل في تفعيل مقرنا في المناطق المحررة ورفض الإدارة بالكادر اللازم للقيام بمهامنا على أكمل وجه. ومن ضمن جهودنا لوقاية المجتمع من هذه الآفة قمنا بالتنسيق مع العديد من الجهات التي لها دور فعال في توعية المجتمع، حيث قمنا بالتنسيق مع إدارة التوجيه والعلاقات العامة بشرطة المحافظة ومكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة لحث خطباء وأئمة المساجد لتوعية المجتمع بحضور هذه الآفة والتحذير من النتائج السلبية التي تنتج عن عملية التعاضي أو التهريب أو الإتجاه، كما تم نشر العديد من بوسترات توعوية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع العديد من المراكز الإعلامية والصحف، ونحاول تركيز جهودنا حول ظاهرة التهريب كونها منتشرة في المناطق الحدودية من المحافظة مع دول الجوار. إننا اليوم نستغل تواجدكم للحديث أكثر عن ظاهرة التهريب، حيث أن ظاهرة التهريب الحشيش بأنواعها من وإلى الأراضي اليمنية تعتبر من الظواهر النشطة والمستمرة لا سيما في محافظة حجة، ولها ارتباط بالعديد من الجرائم الجنائية والسياسية، كما لا يخفى على الجميع تورط ميليشيات الحوثي في ممارسة تجارة الممنوعات من أجل إفساد المجتمع وتمويل حروبها على اليمنيين. وبالنسبة لمواقف الجهات المعنية في مكافحة هذه الظاهرة في منطقة سيطرة الميليشيات، فإن قيادة الميليشيات هي من تشجع وتسهل وتشارك في تهريب الممنوعات، أما
في المناطق المحررة بالمحافظة التي تسيطر عليها الشرعية تبذل جهود كبيرة من قبل المنطقة العسكرية الخامسة متمثلة بشعبة الاستخبارات والشرطة العسكرية بالتنسيق مع شرطة المحافظة للضباط مع شرطة المحافظة للضبط والحد من انتشار هذه الظاهرة، حيث وقد تم خلال السنوات الماضية ضبط العديد من القضايا وكذلك إتلاف كميات كبيرة من الحشيش والمخدرات، حيث بلغت إحصائيات المضبوطات للعام 2023 539 كيلو من مادة الحشيش وعدد في عدد 8 قضايا. وحسب ما تم الإعلان عنه من قبل المنطقة العسكرية الخامسة بالتعاون مع شرطة المحافظة فقد تم إتلاف طن ونصف من مادة الحشيش بتاريخ 16 نوفمبر للعام 2019 ميلاديا و1167 كيلو من مادة الحشيش و48 ألف قرص مخدر في تاريخ 5 يناير للعام 2021 و1180 كيلو حشيش و7 ألف و700 قرص مخدر في تاريخ 3 مارس و1558 كيلو من مادة الحشيش في تاريخ 25 أكتوبر للعام 2023. بإجمالي ما تم إتلافه خلال السنوات الماضية 5405 كيلو من مادة الحشيش و55700 قرص مخدر. هذا ما وضحناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. وبعد، اللواء الرب الأخ علي حزام الضميرة أركان حرب حرس الحدود، الأخ العميد الرب حاميم مغلس مدير عام المنشآت وزارة الداخلية، الأخ العميد عبد الله الأحمدي مدير عام مكافحة المخدرات، الأخ العميد عبد الله سراج كائد محور حجة، الأخ العميد أمين الحجوري مدير عام شرطة المحافظة، الأخوة الحضور جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها في 26 من يونيو من كل عام برعاية مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة، وهي مناسبة تهدف إلى رفع الوعي حول مشكلة المخدرات على المستوى العالمي وتعزيز التعاون الدولي لمكافحتها. وها نحن اليوم في اليمن نحتفل بهذه المناسبة ونقول إن المخدرات هي الآفة التي غزت العالم بمختلف طبقاته، وقد حاول كثير من الناس تشريعها وتعاطيها، ولكن أبت أعراضها أن تكون مشروعة، حيث وإنها سبب في موت الناس، الموت البطيء. المخدرات تجارة الموت، هكذا يقولها كثير من الناس، يقول أن المخدرات هي تجارة الموت، ويقول الناس عنها وتكمن خطورتها في عدم قدرة الأطباء على توقع تأثيراتها السلبية والتي تؤدي في الغالب إلى موت المدمن دون قدرة الأطباء على التدخل أو إنقاذ الشخص. فالمخدرات هي هلاك للعقل والجسد، وتعد من أخطر المواد التي يتعرض الإنسان لها في حياته، والتي تؤدي إلى الإدمان، حيث لا يستطيع العيش من دونها، ما يؤدي إلى هلاك في أعصاب المتعاطي وجسده. وبذلك لا تقف أضرار المخدرات على الجانب الجسدي والصحي فقط، بل تتعدى إلى أن المدمن يهلك ماله ونفسه ووقته وروحه. الحاضرون جميعا، إن المخدرات تسلب من الشخص ماله وصحته وتعطيه وهم غير حقيقي. فالمخدرات هي السبيل إلى الطريق إلى الهاوية، فلا تقوم بتدمير نفسك وعائلتك.
إن الشخص الذي يعيش بالمخدرات هو شخص يموت كل يوم دون أن يشعر بذلك. إن سلمت مستقبلك للمخدرات سوف ترسمه لك بلون واحد وهو اللون الأسود، فلا ترتكب هذا الجرم في حق نفسك. الحاضرون جميعا، إن العالم أجمع يجب عليه أن يهتم بالمدمنين ويساعدهم على التخلص من هذا السلوك، فتلك خطوة مهمة من شأنها أن تغير المجتمع إلى الأفضل. فعليك أن تحارب هذه المخدرات، فأنت تمتلك من القوة والإرادة ما لا يمكنك تخيله. قال: أنت تمتلك من القوة والإرادة ما لا يمكنك تخيله، ارتقي بنفسك وحافظ عليها قبل فوات الأوان، فالمخدرات هي النقمة الحقيقية التي يعاني منها أفراد المجتمع وبخاصة الشباب اليافع. ولا بد من حملات توعوية أو ولا بد من حملات توعية يشار فيها إلى أثر المخدرات على الذات وقدرتها على تدمير المجتمع بأكمله. وحري بالإنسان أن يعمل على إعمار هذه الأرض وترك أثرا طيبا فيها فيحمده الناس بعد موته. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب شعبنا من المخدرات وأن يحفظ شبابنا من هذا السلوك من هذه السلوك المحرمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن إلى كلمة إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية يلقيها العميد عبد الله الأحمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. الأخوة الوكلاء المحافظة، الأخ مدير شرطة محافظة حجة، الأخوة القادة العسكريين والأمنيين، مدراء الإدارات، الحضور جميعا كل باسمي وصفتي. أولا أقول لكم تحايا وسلام وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وتحت شعار لنستثمر، الأدلة واضحة، لنستثمر في الوقاية. يأتي احتفالنا اليوم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية. فلا يخفى على الجميع واقع المخدرات اليوم من انتشار تهريبها وترويجها وتعاطيها بين أوساط المجتمع في كل المحافظات. ولعل هذا الداء كوي به كل دول العالم. وما يترتب على هذه الآفة من أضرار دينية وأخلاقية واجتماعية وصحية وسياسية وأمنية، أضرار كبيرة. ولعل العنوان أو شعار اليوم العالمي الأدلة واضحة لنستثمر في الوقاية خير دليل على تركيز الجهود في موضوع التوعية بخطر المخدرات. المخدرات اليوم يا أخواني هي سبب رئيسي لكل المشكلات الرئيسية لدينا، هي سبب رئيسي في جرائم القتل الشنيعة، وخصوصا وضحيتها هم ذوي القربى، وأيضا هي سبب رئيسي في قضايا الاغتصاب والتحرش، وخصوصا التحرش بالمحارم، وأيضا هي سبب رئيسي في كل جرائم التقطع والنهب والسرقة. فما اجتمعت مثل هذه الأضرار كمثل ما اجتمع في هذه الآفة، فالوضع خطير. عملت إدارة كافة المخدرات بالمشاركة وبتفاعل وتعاون الإدارات الأمنية بالمحافظات على تفعيل الإدارة العامة وفروعها بالمحافظات، وخير دليل ما نشاهده اليوم من تدشين عمل إدارة كافة المخدرات بفرع أمن حجة فرع من حج عفوا، وإن شاء الله يكون لهذا الفرع دور كبير وإسهام فاعل في قضية محاربة هذه الآفة، وخصوصا في مناطق السيطرة وحتى في مناطق الأخرى. وما ينتظرنا يا أخوان هو معترك حرب ضروس، حرب شرسة نخوضها مع هذه الآفة، تحتاج إلى تضافر الجهود كلا في مجال اختصاصه. اليوم إحنا بحاجة مثل ما أشار وزير الداخلية في الكلمة المعروضة
اليوم نحن بحاجة إلى تضافر وجهد كل إنسان ليستشعر منا كل مسؤوليته. فالمخدرات اليوم تصيب كل فرد، ليس هناك مستثنى عن هذه الحرب، وقد تصيبني في بيتي أو في بيتي. لذا ينبغي أن تتضافر الجهود وأن نتعاون جميعا في محاربة هذه الآفة. نسأل الله أن يجنبنا هذه الآفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة مدير شرطة محافظة حجة العميد أمين عبد الحجوري، فليتفضل. الأخ الوكيل عبد الكريم هرمس، الأخ رئيس أركان حرس الحدود العميد الركن علي حسام الطميرة، الأخ قائد محور حجة العميد عبد الله سراج، الأخ مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد عبد الله الحمدي، الأخ مدير شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد حامين مغلس، الأخوة مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة، الأخوة مدراء إدارة شرطة حجة، الأخوة مشايخ ووجهاء المحافظة، الأخوة الزملاء من منتسبي ومنتسبات وزارة الداخلية، الأخوة منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة، الأخوة والأخوات الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاضرون جميعا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو، نظمت الشرطة العامة بمحافظة حجة هذه الفعالية التوعوية، ويطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب. الحاضرون جميعا، تأتي هذه المناسبة من كل عام للتذكير بآفة المخدرات والتوعية بأخطارها وأضرارها المختلفة، وكذلك تحفيز الجهود الشعبية والرسمية للمشاركة في التصدي لها والسيطرة عليها باستخدام كل السبل والإمكانات المتاحة. وتشكل هذه المناسبة فرصة مهمة لتكثيف التوعية بأخطار المخدرات والتأثيرات الكبيرة التي تتسبب بها، واليقظة اللازمة تجاه مهربي هذه السموم ومروجيها، والتنبه الكبير لأساليبهم الخبيثة في الوصول لأهدافهم الرخيصة، خاصة محاولات استغلالهم للتكنولوجيا الحديثة وتوظيفهم لها في أساليب التهريب والتوزيع وغيرها من الممارسات. الحاضرون جميعا، لقد بذلت أجهزة ومنتسبو الأمن بمحافظة حجة ولا زالوا حتى اليوم جهود كبيرة في سبيل مكافحة آفة المخدرات كجزء أساسي من أمن وأمان واستقرار المناطق المحررة بالتنسيق مع باقي مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وفي خطة مدروسة تتناسق مع الأهداف والخطط المرسومة لقيادة وزارة الداخلية في مختلف المجالات. وفي إطار جهود شرطة محافظة حجة في المناطق المحررة، نورد جزءا من تلك النجاحات التي تحققت خلال الأعوام من 2019 إلى 2023. تم ضبط وإتلاف قرابة 6000 كيلو من الحشيش المخدر، وتم ضبط وإتلاف أكثر من 55,000 قرص حبوب مخدر، وضبط عدد من المتهمين في تهريبها. وفي هذه المناسبة لا ننسى أن نوجه الشكر والتقدير لقيادة وزارة الداخلية ممثلة باللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية، وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن عبد الكريم السنيني محافظ محافظة حجة، على الدعم والمساندة لشرطة المحافظة في سبيل تنفيذ المهام المناطة بها في كافة المجالات منها مكافحة المخدرات. في الختام نؤكد بأن واجب مكافحة المخدرات ومسؤولية مواجهتها تبقى جماعية ومجتمعية، لأن جهود الأمن مهما بلغت إلا أنها لن تكفي في حماية الأجيال من هذا البلاء الذي يدمر الإنسان محور الحياة والبناء والتنمية. أشكر لكم حضوركم وتفاعلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخطر المخدرات وحكمها الشرعي يلقيها الشيخ مبخوت القدمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير مبعوث للناس أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الراشدين، الأخوة المسؤولين والقادة قادة الجيش والأمن، والأخوة الحاضرون والحاضرات جميعا، حياكم الله إلى هذه أو إلى هذا المهرجان أو التوعوي الذي يحتاجه
هذا البلد وسائر بلاد المسلمين عموما. وما سننبه إليه في هذه اللحظات هي مسألتين. المسألة الأولى كيف أن الإسلام حافظ على المجتمع الإسلامي عموما من هذا الخطر الداهم، وكيف استطاع أن ينهي وجود هذه الأنواع من المجتمع تماما. بلا شك بما أن دين الله عز وجل هو أعلم بما يصلح العباد، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقد أتى التشريع الإسلامي بوسائل رائعة في القضاء على هذه الأمراض التي فتكت بالمجتمعات الغربية في الوقت الحالي. صحيح أن المجتمعات المسلمة متضررة، لكن لو قسنا التضرر في المجتمعات الإسلامية وغيرها سنجد أن هناك بون شاسع وفرق كبير. فكيف استطاع الإسلام القضاء عليها؟ أولا بتوليد القناعة بضرر هذه الآفات على المجتمعات الإسلامية. فنجد أن القرآن الكريم حينما حرم الخمر والميسر وكل المخدرات على مراحل أربع. أولا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن إنما الخمر والميسر، هذه آخر آية أتت بالتحريم، قال فاجتنبوه. فبدأ الله سبحانه وتعالى نهى عن الإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن عموما. ثم قال ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كان الناس ينتفعوا بها يعني، ولكن منافعها هي محدودة أمام إيش أضرارها، ولذلك قال الله فيها إثم كبير ومنافع للناس. وبلا شك ما دام والإثم كبير والضرر كبير فالمنفعة البسيطة لا عبرة لها في الشريعة. ثم بعد ذلك أتى التشريع القرآني ونهى عن شرب الخمر في الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لماذا؟ لأن أرقى مستوى للإنسان وقدرة للتحكم في نفسه وابتعاد عن المخدرات والخمر هو الوازع الديني والجانب الروحي. لا يمكن أن تجد إنسان صاحب صلة روحية بالله عز وجل ثم يلجأ إلى استخدام المخدرات وغيرها من هذه البلاد. ثم بعد ذلك أتى الشرع الإسلامي بالنص الحاسم بتحريمها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هنا أتى الأمر باجتنابها تماما. العجيب أيها الأخوة حتى أن هذه الآية أتت بعدها آية تبرر، ما السبب؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وليش والميسر. ففي الحقيقة يا أخوة نجد أن الخمر له أضرار، واحد والمخدرات عموما لأنها صنفت من أصناف مذهبات العقل فهي تضر بضروريتين للمسلمين أو للناس أجمعين أو للمجتمع كله، وهذا ما جعل المجتمعات الغربية تلجأ إلى تحريمها ومنعها وسن العقوبات عليها. أولا إذهاب العقل، فإذا ذهب العقل هذا أحد ضروريات الخمس الذي أتت الشريعة للحفاظ إيش عليها. رقم اثنين إذهاب المال، والسبب الرئيسي الذي جعل الطامعين في ترويجها هو أن متعاطيها لم يعد عنده شعور بالمسؤولية، ولذلك ممكن يدفع كل ما لديه من أجل أن يحصل عليه، فهي ضرر بالعقل وضرر بالمال. أما الأضرار المترتبة بعد ذلك ضرر للنسيج الاجتماعي. لماذا؟ لأن متعاطي الخمر ينسلخ انسلاخ تام على المجتمع، ما عاد عنده شعور لا مسؤولية نحو أولاده ولا نحو بيته ولا نحو وطنه ولا نحو دينه من باب أولى، فبالتالي تم سلخه تماما على المجتمع. ولذلك أيها الأخوة نجد أن الله سبحانه وتعالى من عظيم تشريع والدين الإسلامي استطاع أن يبعد المجتمع كله الذي تربى على الجاهلية والخمر لمدة سنين، وفي لحظة محددة قاموا بسكب الخمر وابتعدوا عنه تماما. طبعا يا أخوة لا شك أن هذه القوانين قد حاولوا في الغرب كثير. أنا قرأت تقرير كم حاولوا في أمريكا لمنع الخمر وتحريم، حاولوا سنوا قوانين امتلأت السجون بالمتعاطين والمروجين
وما استطاعوا أن يمنعوه، ولذلك الآن حاولوا يمنعوا بعض هذه المخدرات وشنوا قوانين أجلها وبقي الخمر، ورغم أنهم حاولوا إيش لمنعه. ما أريد أن أختم به أيها الأخوة أننا نشكر الجهود التي تقوم بها كل من إدارة الأمن والتعاون من قبل إدارة الجيش، وخاصة مثلا فيما يتمثل المحافظة في منطقة حرب والمنطقة الخامسة عموما. وأيضا نريد المجتمع كله أن يحرص أن هذا خطر كبير، خصوصا هذه مادة الشبو، هذه الذي من يتعاطها يدمنها من أول تعاطي، فهي خطر كبير يمكن أن تصل لأي إنسان. والعجيب هناك من يرعى وصول هذه الآفة إلى هذا البلد وغيره رغم فقرها، لأنه مثل ما يستهدفها بالموت من كل أنواع، بيستهدفها بالموت البطيء وبيستهدفها بالموت إيش السريع والقتل والحرب. وتعلم هذه الجهات، كلكم تعرفون أن الميليشيات سواء من داخل إيران أو من غيرها ترعى دخول هذه المادة ليس إلى اليمن بل إلى كل إيش بلاد المنطقة أو كل بلدان المنطقة. فنسأل الله الكريم أن يوفق الجميع، ولا شك أن التوعية والتحذير هي لها دور كبير، ويدرك الناس وتنمية الجانب والوازع الديني لدى الجميع، وإدراك الجميع أنه ابنك تكاد تفقده، تفقد مسؤوليته وشعوره، ثم ربما تفقد حياته بعد ذلك. أسأل الله الكريم أن يحرسنا وإياكم من هذا البلاء وأن يوفقنا على كل خير. نشكركم جميعا على هذا الجهد وهذا المهرجان، ونشكر قيادة وزارة الداخلية ممثلة في الوزير اللواء إبراهيم، اللواء الركن إبراهيم حيدان، والجميع وفقكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا جزيلا. الآن إلى الفقرة قبل الأخيرة وإلى كلمة مكتب الصحة بمحافظة حجة عن خطر المخدرات على الصحة العقلية والنفسية، يلقيها الدكتور عصام نهشل نيابة عن مدير مكتب الصحة بالمحافظة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد عبد الله الأحمدي، الأخ اللواء ركن علي حزام الطميرة نائب قائد حرس الحدود، الأخ مدير عام شرطة محافظة حجة، الأخ العميد ركن الحامي مغلس مدير شرطة المنشآت بوزارة الداخلية، الأخ قائد محور حجة العميد عبد الله سراي، الأخوة الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته. نحن في مكتب الصحة بالمحافظة نشارككم هذا الحفل الخطابي التوعوي تحت شعار الأدلة واضحة لنستثمر في الوقاية في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. ونحن من جانبنا نشيد بهذا الحفل وأهميته في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن من انقلاب ميليشيات الحوثي التي تستخدم المخدرات في حربها في اليمن، في تسميم عقول أبناء هذا الوطن بالمخدرات والأفكار الطائفية. وسوف نتكلم عن المخدرات وأضرارها وطرق علاجها. المخدرات هي كل مادة طبيعية ومستحضرة في المعامل من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية أو الصناعية الموجهة أن تؤدي إلى فقدان كلي أو جزئي للإدراك بصفة مؤقتة، وهذا الفقدان الكلي أو الجزئي تكون درجته بحسب المخدر وبحسب كميته المعطاة. العقاقير المخدرة: المورفين، البوثيدين، الهيدرومورفين، الفنتيل. ومن المواد المخدرة الأكثر شيوعاً مخدرات طبيعية وأهمها انتشاراً الحشيش والأفيون والكولا والشمة، المخدرات المصنعة وأهمها المورفين والكودائين والسيدول والديوكافين والكوكائين والكراك وغيرها كثير من الأصناف. المخدرات التخليقية وأهمها العقاقير الهلوسة والعقاقير النشطة والمنبهات والعقاقير المخدرة. من أضرار تعاطي المخدرات اجتماعية نتيجة تعاطي المخدرات أو إدمانها، يصبح الفرد غير قادر على إقامة علاقات اجتماعية سوية مع أفراد أسرته أو مع الآخرين، وقد ينتج عن ذلك درجة عزلة اجتماعية تزداد من قلقه واضطرابه النفسي، فيزداد
درجة تعاطيه أو إدمانه هروبا من الواقع، وبالتالي سوء تكيفه الاجتماعي مع المجتمع، وهذا يسمى بعدم التواقع الاجتماعي لدى المدمن أو المتعاطي. أسباب تعاطي المخدرات في محيط الأسرة: أسباب أسرية، القدوة السيئة من قبل الوالدين، إدمان أحد الوالدين، التفكك الأسري، إهمال الوالدين لأبنائهم. أسباب بدائية: الأصدقاء، سوء الفراغ، السفر إلى الخارج دون رقابة. أسباب شخصية: ضعف الوازع الديني، اضطرابات شخصية حسب الاصطلاح. كيف نعالج ظاهرة المخدرات في المجتمع؟ فيما يلي طرق الوقاية في تعاطي المخدرات: زيادة الوعي بمخاطر المخدرات، تعلم طرق صحية للتعامل مع الضغوط النفسية، الحفاظ على حياة صحية، علاج الاضطرابات النفسية، شغل أوقات الفراغ، الحرص على التواصل مع الأهل والأصدقاء، الابتعاد عن أصدقاء السوء والمدمنين. كيف نحمي مجتمعنا من المخدرات؟ إقامة أنشطة لممارسة الهوايات والرياضات في المدارس والجامعات، ومن ثم إمكانية زيارة مستشفى علاج الإدمان، تعتبر من أهم الطرق للقضاء على الآفات والفراغ، وبالتالي الوقاية من المخدرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، بعد أن احتفينا وإياكم سويا في حلقتنا لهذه الليلة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يحتفي به العالم أجمع، والتي أقامت هذه الفعالية قيادة شرطة محافظة حجة، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. حتى الملتقى لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء وكرام المتابعة. دمتم ودامت القوات المسلحة والأمن البواسل في عزة ومنعة ورفعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.